هاد الطريق الرئيسيه كتدي لسيدي علال تازي ومشرع بالقصيري، كيف ما كتشوفوا معانا متطوعين بعض الاخوان اللي كيرقعوا الحفر. هذه مهزله لهاد المنطقه، والناس كتحمل المسؤوليه لجميع المسؤولين ديال هاد المنطقه. كيف ما كتشوفوا معانا بعض المتطوعين، طريق رئيسية الكل كيمر منها، الجميع كيمر منها، ما يمكنش يكون شي مسؤول اللي ما شافهاش. هالمتطوعين كنحيوهم على هاد المبادرة اللي هزتهم النفس باش يقادوا لهم هاد الطريق، طريق رئيسية وكترقع بالصورة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلها هاد الطريق كاملة، هاد الطريق كتمشي ما بين سيدي علال تازي ومشرع بالقصيري، كاملة حفر. الكل كيعاني من هاد الطريق. هاد الناس مسؤولين ما تطلبوا منهم حنا حتى حاجة، غير الطريق تصايب وصافي. راه بزاف هاد القهران، راه الروايد وموتوسورات روسيلة حتى حاجة، ما هي في شي حاجة ديال الإصلاح. العذاب راه حنا فيه نهار كامل غادي بحال ما هكا، الحفاري طلع هبط طلع هبط. الروايدة مثلا إلا كانت روايدة وما تيسور يدوزوك واحد العام ولا ست شهور ولا هادي، كيدوزو لك شهر ولا شهرين كلشي كيمشي بحال. واش عاوتاني تشري من المال؟ واش سبق لكم درتو شي اتصال مع بعض المسؤولين اللي كاين هنا في المنطقة؟ كاين عندنا حنا الأمين كيدخل عند رئيس الجماعة، كيدخل هنايا جماعة تيقولوا له عا واخا واخا واخا، ما كاين حتى شي حاجة. اختي هاد الطريق خاسرة بزاف، كنمشيو نجيو بها يوميا. دابا حنا عندنا الثقل، عندنا البوطة كطيح لينا، وكيتمرد فيها الحديد، كيمشيو فيها الروايد، كيمشيو فيها الرسولات، وكنضربوا فيها التمر، كنروحوا شي مسوسين، كيبقاو حشومة عليهم كاع، الولد كيعمرها بالتراب،